لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. أبي بن كعب هذا سيد المسلمين ومن السابقين الأنصار إلى الإسلام، ومن الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عنهم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أي سورة البينة. قال أبي: وسماني، أي ذكرني باسمي. قال: نعم. فبكى أبي رضي
أن الله عز وجل قد سماه باسمه. النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقرأ عليه سورة البينة، وذلك تثبيتا لأبي وتعليما له وتعليما، ذلك أن أبي رضي الله عنه حكى أنه اختلف وابن مسعود في قراءة آية، فانطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهما، قال أبي فوقع في قلبي شك، إنسان بشر يجوز عليه خطأ ونسيان وشك، لكنه سرعان ما يزول باليقين من قلب العبد المؤمن. فقال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري ففقت عرقا كأني أنظر إلى الله تعالى عندما وقع هذا الري في قلبي. ثم قال إن جبريل جاءني فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على أمتك على حرف. قال صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته، أسأل الله معافاته، إن أمتي لا تطيق ذلك. قال على حرفين. قال أسأل الله معافاته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فلم يزل حتى قرأ، حتى قال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. فلذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ابن مسعود وقراءة أبي، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، والسبعة أحرف قد اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، أقربها أنه نزل على سبع لهجات من لهجات العرب، والعرب لها لهجاتها، بل إن أهل القطر الواحد يختلفون في لهجاتهم كما نرى. فأهل سيوة لهم لهجتهم لا نفهمها، وربما هم لا يفهمون لهجتنا مع أننا جميعا عرب ونتكلم بلغة واحدة هي لغة العرب. فكان من الصعوبة أن ينزل القرآن على حرف واحد على لهجة واحدة تقرأ بها العرب جميعا على اختلاف لهجاتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقال أسأل الله معافاته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فرخص الله فأنزل القرآن على سبعة أحرف، وكان القرآن يقرأ كذلك أخذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب القرآن كذلك، وجمعه أبو بكر رضي الله عنه كذلك على سبعة أحرف أي في المصحف، وكان الناس يقرؤون كذلك لا ينكر بعضهم على بعض.
حتى كان عهد خلافة عثمان حدث اختلاف، فجاء حذيفة إلى عثمان رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس أن يختلفوا في كتابهم كما اختلف أهل الكتابين قبلنا في كتابهم. وذكر له ما حدث: قوم قالوا قراءتنا أصوأ، وقوم قالوا قراءتنا أصوأ، وكاد يقع الاقتتال. فجمع عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت، وهو من جمع القرآن أولا، مع نفر من القرشيين، وقال: اكتبوا القرآن على حرف واحد، على حرف قريش. فبه نزل، فعندئذ جمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش، وهذا هو الحرف الذي نقرأ به، وهو الذي يسمى بالمصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه الذي أمر بجمعه. وأمر عثمان أن يحرق ما سواه من المصاحف، وأرسل بهذا المصحف إلى الآفاق، واندثرت الأحرف بقية الأحرف، وبقي المصحف تختلف عليه القلوب وتجتمع، لا تختلف فيه الأمة. وهذا الحرف الواحد هو الذي فيه قراءات سبع وتصل إلى العشر، القراءات العشر على حرف واحد، ألا وهو لغة قريش. وفي هذه القراءات بعض لغات العرب، بعض لغات العرب موجودة في هذه القراءات، فهذا أصل نزول القرآن على سبعة أحرف، ثم جمع المصحف على حرف واحد، ألا وهو لغة قريش. وقد قال علي رضي الله عنه: وما حرق عثمان المصاحف إلا على ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، واختلفوا واجتمعوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. فحدث ريب وشك في قلب أبي، فالله سبحانه وتعالى يثبت من يشاء من خلقه، المثبت هو الله. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقامه أقامه، وإن شاء أزاغه أزاغه، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فثبت الله قلب أبي بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل أن يقرأ على أبي سورة البينة. قال أبي: وسماني؟ قال: نعم. فبكى فرحا، كما جاء في حديث عند الإمام أحمد. قال له عبد الرحمن بن أبزة، قال: وفرح؟ قال: وما يمنعني؟ والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. هكذا الله تعالى يثبت عباده. يا عباد الله، العبد الصادق مع ربه سبحانه
الصراط المستقيم ليس من باب تحصيل الحاصل، بل النفوس والقلوب فيها حاجة ضرورية أشد من حاجتها للماء والطعام والهواء إلى الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، أرشدنا إليه، ثبتنا عليه، أمدنا عليه. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا لصراطك المستقيم وثبتنا عليه وأمدنا عليه، صراط الذين أنعمت عليهم وهم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لذلك لا بد من الصدق مع الله، لا بد من الصدق في الإيمان والأقوال والأفعال، ومن صدق الله يصدقه الله ويثبته الله في أشد فتنة تمر على الإنسان، ألا وهي فتنة الممات. أشد ساعة تمر على العبد هي ساعة الموت، أشد فتنة تمر على العبد هي فتنة الموت. لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الفتن التي يتعرض لها الإنسان عند الموت، المنجي منها هو الله، والمثبت فيها هو الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي عند الموت، وفي الآخرة أي عند الموت. يثبت الله عبده المؤمن الذي عاش بهذه الكلمة صادقا فيها، مطبقا لها، عاملا بمقتضاها، هذا يثبته الله. فمن ألف ذكر الله من تكبيره وتسبيحه وتحميده وتهليله، من ألف هذه الكلمة فإنه ينطق بها في أحلك ساعة تمر عليه وهي ساعة الموت. فالله تعالى يثبت عبده، والعبد المؤمن يسأل الله الثبات، يسأل الله أن يثبته على إيمانه ودينه وأن يمسكه دينه، ويسأله أن يموت عليه. والعبد المؤمن حاله في هذه الدنيا خائف، راج، يخاف ذنوبه، يرجو رحمة ربه. والعبد المؤمن في هذه الدنيا أعلم بنفسه وطبيب نفسه، إن علم أنه لا طاقة له على باب يفتحه فليغلق، ومن علم أنه له طاقة على أبواب الخير فليفتحها. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. عند الدعوة إلى الله وعند الانخراط في المجتمع لدعوة الناس إلى ربه، لا بد وأن تؤذى ولا بد وأن ينالك أذى. هناك مؤمن لا طاقة له على هذا الأذى فإنه يعتزله، وهناك مؤمن له طاقة على تحمل هذا الأذى، يريد الدرجات العلى، يريد أن يأخذ ثواب من يهدي الله على يديه من الناس، يريد أن يأخذ ثواب السعي
طيب ولو واحد في المئة يلزمه ذلك، ومن يستطع أن يدفع ولو واحد بالمئة من الشر يلزمه ذلك. وقد يكون في تحصيل الخير بعض الشر الذي ينمحي في غمرات هذا الخير، فإنه يلزمه ذلك وإلا لا يقوم الدين. انتبهوا عباد الله، ديننا دين عالمي، ليس دينا في زوايا ولا في مساجد، وإنما دين عالمي بعالمية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل للعالمين بشيرا ونذيرا، وأمته نائبة عنه في تبليغ هذا الدين. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لذلك تطبيق السياسة الشرعية بقواعدها وأصولها، هذا من العلم الذي ينبغي أن نتعلمه، من العلم الذي ينبغي أن نتعلمه حتى نكون على بصيرة، وحتى نعرف مواقع أقدامنا قبل أن تزل الأقدام وأن تضل الأفهام. ربنا سبحانه يثبت عبده المؤمن ولو برئ. بعض الناس يقول إني أرى رؤى كثيرة ورؤى جميلة وأرى نفسي في الجنة، وبعض الناس يقول إني لأرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يوما بعد يوم، وآخر يقول أنا لا أرى شيئا. هل الذي يرى هذه الرؤى مزية على من لم يرى شيئاً؟ لا، ليس بالضرورة، بل ربما حال الذي لم يرى شيئاً أفضل من حال الذي يرى. هذا الذي يرى كل يوم حال من الإيمان ضعيف، فيثبت الله بتلك الرؤى. وهذا الذي لا يرى إيمان قوي، فليس له حاجة في أن يريه الله تعالى تلك الرؤى. لكن الرؤى تبشير وتنذير، يبشر الله بها من يشاء من عباده، وينذر الله تعالى بها من شاء من عباده. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على ديننا وأن يمسكنا إياه حتى نلقى به. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أخذ العلماء رحمهم الله تعالى فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. أخذ العلماء من ذلك سنة العرض، سنة العرض أي عرض المتعلم على العالم، سواء القرآن أو السنة. هذه سنة،
تسمى سنة العرض، فهناك الماهر بالقرآن وهناك المتعتع فيه، فالمتعتع فيه يعرض القرآن على الماهر به، يصححه له، يعلمه إياه، يثبته له. وكذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه المتعلم على العالم به، يصحح له، يوضح له، يقيد له مطلقا، يفسر له مجملا. هذه سنة العرض، هذه السنة التي بسببها يكون الناس على خير. خرج عمر رضي الله عنه على الناس فوجدهم في المسجد حلقا، قال: لا تزالون بخير ما دمتم كذلك، لا تزالون بخير ما دمتم كذلك، ما دمتم تجلسون حلقا في المساجد ويتعلم بعضكم من بعض، لا تزالون بخير. وأبو الدرداء رضي الله عنه لما هاجر إلى الشام فكانوا يقسمون أهل الشام حلقا في المساجد ويمرون عليهم يقرؤونهم القرآن، لا يزال الناس بخير ما داموا كذلك. والمعسكر الذي لا يكون فيه عمل يكثر فيه الشغب، وما ترك قوم العمل إلا ضربهم الله بالجدل. فإن رأيت قوما يجادلون ويعيدون القول ويروحون فيه ويجيبون، فاعلم أنهم قوم فراق وقوم قد تركوا العمل. فإن المشغول بالعمل لا وقت عنده أن يجادل أحدا. قال العرب في أمثلتهم: ويل للشبي من الخلي، يعني ويل للمشغول من الفارغ. فالفارغ يلوك عرضه بلسانه، الفارغ ليس له إلا إشعال الفتن، الفارغ ليس له إلا الكلام والجدل. وأما المشغول لا يرى وقتا لذلك، بل لا يلتفت لهذا، وربما يكون غافلا عما يقال لأنه مشغول بالعمل. فطوبى لعبد ينشغل بالعمل، ينشغل بالعمل ويدع عنه القيل والقال. فإنا قد نهينا عن ذلك، أي عن الكلام بدون تثبت وبدون تبين. وكذا أيضا هذه السنة ليسأل كل واحد منا نفسه: من يأخذ بسنة العرض؟ من منا يأخذ بسنة العرض؟ يعرض القرآن على ماهر به، يصحح له، يعرض السنة على ماهر بها يصححها له. هذه سنة مفتقدة ومهجورة إلا في قليل، ولا يزالون موجودين بفضل الله تبارك وتعالى. قال العلماء: إن أمر الله سبحانه على لسان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي سورة البينة دليل على فضلها وعلى أهمية تعلمها، وهذا ما يكون لنا معه خطبة أخرى إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين وارفع الهم عن المهمومين واخذ الدين عن المدينين. واخذ الدين عن المدينين وانج عبادك المستضعفين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك الذين الجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. ومن ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق بهم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاه. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاه ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير فتقبل منا أرحم الراحمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.